السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده في قناتكم اكل وشرب. النهارده هنتكلم سوا عن الجريب فروت. الجريب فروت من الفواكه اللي كتر عليها الكلام بخصوص بالذات موضوع انقاص الوزن او التخسيس. مبدئيا هنتعرف اكتر على الجريب فروت. الجريب فروت هو من عائله السيترس او الموالح او اللي احنا بنسميها الحمضيات، وفي بعض الدول العربيه في شمال افريقيا او دول المغرب العربي بيسموها القوارص، فهي على كل الاحوال اسمها سيترس واحنا بنسميها في مصر الموالح. الجريب فروت احد انواع الموالح او الحمضيات، ويعتبر هو قريب البرتقال واليوسفي والليمون وما الى ذلك. تسميته بالجريب فروت يرجع الى ان شكل نمو الثمار بتاعته على الاشجار بيبقى شكل عنقودي شويه او مايل عن العنقود الكبير. طبعا الثمار كبيره بس بتنمو في شكل يشبه كتير العنقود، عنقود العنب يعني، ومن هنا كانت تسميه ان هو جريب يعني زي العنب كده، جريب فروت، فجت التسميه من هنا. ايه فوائد الجريب فروت وايه اللي انا اقدر استخدمه سواء عصير الجريب فروت او ان انا ادخله في عمل بعض الحاجات، زي في ناس بتدخله في عمل بعض المعجنات او بالذات الكيك. كتير من انواع الكيك الناس بتستخدم السوائل اللي من جوه الكيك عباره عن عصير جريب فروت. هل عصير الجريب فروت مفيد زي ما هو بيتقال عليه ولا ضار؟ وفي ناس بتقول ان هو بيتفاعل مع بعض الادويه. ان شاء الله هنتكلم في حلقتنا النهارده عن الموضوع بتاع الجريب فروت بالتفصيل. لو قلنا الجريب فروت بيحتوي اساسا على فيتامين سي بكميات كبيره زيه زي بقيه جنسه من السيترس او الحمضيات، والجريب فروت بالذات محتوى الفيتامين سي فيه اكبر نسبيا. ولما نقول فيتامين سي الناس كلها يعني بتفكر على ان فيتامين سي يعني نزلات البرد يعني الانفلونزا. فيتامين سي يعتبر احد اهم مضادات الاكسده، وبالتالي هو مش مجرد فيتامين سي للبرد والانفلونزا بس، هو مضاد للاكسده. مضاد للاكسده يعني مضاد للشيخوخه، مضاد لمظاهر تقدم العمر، مضاد للتجاعيد في البشره كمان بنسبه كبيره. فيتامين سي ودي في كتير من الناس ما بتاخدش بالها منه، ان فيتامين سي مهم جدا للناس اللي عندها مشكله في الهيموجلوبين، مشكله في الانيميا، لانه بيعزز او بيزيد من استفاده الجسم من الحديد. وبالتالي انا لو عندي مشكله في الهيموجلوبين بتاعي قليل مثلا، او عندي مشكله انيميا بشكل او باخر، وبتناول اطعمه فيه حديد او بتناول ادويه زي مكملات غذائيه عشان ترفع نسبه الحديد اللي في جسمي، لازم اتناول حاجات فيها فيتامين سي او حتى اخده في صوره اقراص. دي قصه الفيتامين سي. الجريب فروت يعتبر احد الفواكه محتوى السعرات الحراريه او الكالوريز فيه قليل جدا، وبالتالي بيبقى مفيد جدا في الدايت. وده اكتر حاجه الناس بتتكلم على الجريب فروت في موضوع الدايت وانقاص الوزن وما الى ذلك. انقاص الوزن في الجريب فروت مش سحري، ومش دايت الجريب فروت او الاعتماد عليه مش هو اللي هيجيب انقاص الوزن اللي احنا بنحلم بيه لوحده. هو لازم يدخل جوه نظام غذائي، والنظام الغذائي ده لازم يكون يدخل فيه زي ما قلنا في حلقات قبل كده، يدخل في اللايف ستايل بتاعه او في النظام الغذائي بتاعه، ان لازم يكون في حركه او في نشاط رياضي ولو بكميه او بوقت صغير. اي وصفه تقول لنا ان انا ممكن اخس وانا قاعد في البيت زي ما بيقولوا كده مأنتخ، او قاعد ما بعملش اي نشاط رياضي او حركي، الوصفات دي في الاخر مش هتجيب نتيجة. عشان كده لازم ناخد بالنا ان اي نظام دايت او اي حاجة بناخدها عشان التخسيس لازم يبقى نظام غذائي متكامل ومعاه نشاط رياضي او حركة. هل ملوش اي فايدة في انقاص الوزن؟ لا، هو له فايدة، والفايدة دي مش بطالة، لانه في انزيم او في بعض الانزيمات اللي بتقلل من احتفاظ الجسم بالدهون، وبتقلل من نسبة السكر في الدم، لانه بيسيطر الى حد كبير على الانسولين. لو احنا شفنا طريقة عمل عصير الجريب فروت، طبعا الجريب فروت ثمرة تشبه الى حد كبير البرتقال، طبعا ده النوع اللي يشبه البرتقال بيسموه الجريب فروت الاصفر، في منه ابيض وفي منه وردي وفي منه احمر. طريقه عمل العصير بتاعته زي اي جنس سيترس، زي اي حمضيات يعني. بنقطع الثمره من ناحيه اللي هي بيسموه قطع عرضي مش طولي، بنقطعها كده، وده منظره من الداخل بيبقى احمر، ودي الحاجات اللي بتبقى مليانه عصير اللي احنا بنسميها الاكياس العصيريه اللي بتحتوي على الفوائد بتاعت الجريب فروت. وبعد كده بنعصرها لاما في العصاره التقليديه بتاعتنا البلاستيك العاديه اليدويه، او في اي عصاره كهربائيه يعني، وبكده بنحصل على العصير. يفضل ان العصير يتم تناوله من غير سكر، ولكن في بعض الاصناف بيبقى فيها نسبه مراره شويه، فممكن نحليها بالسكر او بالعسل، ويفضل ان هو يتاخد على
الريق. بالنسبة للناس اللي عندها مشاكل في القلب، الجريب فروت بيعتبر مثالي جدا، انه بيحتوي على فيتامين سي زي ما قلنا، وبيحتوي على الليكوبين، والاثنين بيعملوا على صحة عضلة القلب وتنشيط عضلة القلب. الابحاث كلها بتتكلم عن ان دور فيتامين سي ومع الليكوبين كمان بيعتبروا هما الاثنين من مضادات الاكسدة اللي ممكن تقي الانسان من سرطان زي سرطان البروستاتا والمريء وسرطان الثدي. وده مهم جدا للناس اللي عندها هيستوري او عندها تاريخ طبي في موضوع الانواع دي من السرطانات، فلازم يحط في النظام الغذائي بتاعه عصير الجريف روت او يتناوله كده، لان في اصناف بتبقى حلوه ممكن نتناولها نفصصها زي البرتقال ونتناولها عادي. جينا بقى للموضوع المهم اللي احنا لازم نتكلم فيه في كل حلقه، احنا بنتكلم عن المزايا، بنتكلم عن العيوب او الاضرار. ايه اضرار الجريف روت؟ الجريف روت مشكلته الاساسيه ان هو بيخبط او بيتعارض مع بعض الأدوية اللي ممكن الإنسان يكون بيتناولها وبيزيد من فعاليتها بدرجة غير مرغوب فيها أو بيقلل من فعاليتها بدرجة برضو غير مرغوب فيها. طيب زي إيه الكلام دوت؟ زي مثلا الناس اللي بتاخد مخفضات للكوليسترول الضار، في ناس بتاخد أدوية بتقلل من نسبة الكوليسترول، وبالذات الناس اللي عندها سمنة، وطبعا اللي عنده سمنة بيبقى أكتر ميال إنه ياكل حاجات أو يشرب حاجات تقلل وزنه، منها جريف فروت، فلازم ناخد بالنا إنه بيزيد من المفعول الأدوية ديت، وبالتالي بيبقى خطر شوية على الكلية بصفة خاصة. الكليتين بيحصل لهم إجهاد جامد جدا من الناس اللي بتاخد عصير جريف فروت مع مخفضات الكوليسترول. الناس اللي بتاخد أدوية ضغط، الناس اللي بتاخد أدوية مضادات اكتئاب، الجريف فروت ما ينفعش ناخده مع الأدوية دي، لأن هو بيزيد من فعاليتها وبيضر الجسم على المدى الطويل. برضو الناس اللي عندها حساسية بشكل او باخر زي حساسية الجيوب الانفية وبياخد مضادات للهستامين او مضادات للحساسية، ما ينفعش ياخد عصير جريف روت معاه، لانه هيقلل بقى هنا بيقلل من مفعوله، فانا هبقى باخد مضادات هستامين مضادات للحساسية وببلاقيش نتيجة وبقول ان الدواء مش عامل نتيجة. المشكلة ان هو المركبات اللي في الجريف روت بتخبط فيه او بتقلل من فعاليته جوه الجسم، وده اللي بيخلينا شوية ما نحسش بفعالية الدواء. يبقى النهاردة خدنا فكرة كده عن الجريف روت، ازاي نستخدمه ونستخدمه في ايه، تناوله بيفيدنا بايه، وممكن نتجنب الاضرار اللي ممكن تنتج عن تناوله، بالذات الناس زي ما قلنا اللي بتاخد ادوية معينة. يا رب تكون ان شاء الله حلقة النهاردة عجبتكم. لو حسيت ان الفيديو ممكن يفيد حد غيرك، يا ريت تشارك الفيديو، لايك للفيديو، وما تنساش اشتراك القناة، وان شاء الله نلتقي في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.